مثل معرفة اتجاه القبلة وأوقات الصلاة. طريقة الاستخدام الست شرائح الأولى كلها تتجمع في الأخيرة لو تتفضلوا معايا على قدام الله يسعدكم. قسمة من بان آلة وأجدادها كانوا مطوفين، ينقلوا الحجاج المعتبرين بالقوارب من أقصى جنوب إفريقيا للبحر الأحمر لمكة ومدينة. فهي حبت تعمل عمل فني من قصة عائلتها، دمجت أصوات مقامات الأذان مع أصوات أمواج البحر. والمعاناة في الصلاة مع السماس، وهذا العمل تمثيل في النمل، عشان كده عملها بشكل ضخم ونادر في الألوان اللي عليها الانعكاسات. مي برا بنو بس هذا مويا ولا